السلام عليكم اخوان، صباح الخير عليكم. كيما كتشوفوا معايا الحوت هو جا خدي شويه، يلا جا الطومبيل كنا شويه الحوت اللي كاين شويه الحوت، والاثمنه راه مناسبه، راه قد دير 65 هنا السول بلاص، هذا 65 السول بلاص ديال الصباح، هذا شيلي ارسيت راه لا صافي صافي شيلي عرفت شيلي كالامار سيبيا وخزي سيبيا ارا اساس ديك سيبيا وديك كالامار تاعي ها ها عزل هاد البريكه ديالهم والكوكروج بوحدو السول بلاص 70 درهم السول بلاص عفوا السول بلاص 70 درهم هذاك وفي عبد الجبار تحياتي لك وفي عبد الجبار ابو محمد مصطفى صباح النور والسرور صباح النور ابو محمد مصطفى بنسخر امين وراه كاينه التونه التونه راه تبارك الله نوري هذيك من بعد التونه كبار من ديك ديال ذاك النهار ومليحه مليح بحال بحال مليحين بزاف والكبرى هذيك بركاع قمرون غلي 90 درهم قمرون قمرون غلي 90 درهم وكاين 100 درهم قمرون مين فهمتي راه 45 وكاين 40 ميال احط الميال 60 درهم الكيلو الميال 60 درهم الكيلو السلطة السلطة راه كاينة 25 كاينة 35 على حسب هرب الله 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 لا ماشي بحالو حتى داك بوحدو اعطي محمد يكري. محمد قاد معاك السنطير صندوق الكوكروج قلبو قلبو ها قلب الكوكروج حيد منه دوك البريكات وقلبو 60 درهم الكيلو 60 درهم المايا اليوم اصبح الثمن شويه بعدا في المارشي اليوم الثمن اصبح مناسب ماشي بحال البارح البارح كان الثمن صباح الخير صباح النور خويا رشيد سلامتك داك الخير ديال البارحه بغينا فيه حقنا ابو محمد مصطفى هي ضروري ضروري ها هو دابا ضروري الفوسان بير الفوسان بير 45 درهم الكيلو الفوسان بير شويه السلطه تاع الدكاد نعطيها لكم يعطيها محمد قالت معاك السلطه يا عمي السلطه تبارك الله ديالها الروبيو الروبيو 20 درهم الروبيو هادي لاريني هادي العكر هادي ثاني بين اخويا في مراكش دايرين دايرين مراكش واليوم دايرين الرباط الرباط غنديروه غير اليوم يعني ما غنديروش غدا واليومات الجايه على حسب الناس اللي بغاو الرباط درنا الرباط والرباط بوحدو غيتسرى لكم ونقطعو مع 12 يعني 12 ما كاينش غنجيو نقطع الرباط مازال المدن الاخرى مراكش والطاربين وكنا سيخدموا نلقاو حتى ديك الجوجه كامل وقالت مع عبد الله قالت معك الصمتة كل حاجة بوحدها يلا حيد هذا حيد قلبونا راح حطهم هنا نيت حطهم هنا مع الصمتة اين دابا غنعطيكم الاثمنة الزبير رامي ارقام مساعدة فيها الغاليط والكوكروج بجوج ولكن غيكون الثمن بحال بحال الثمن 35 درهم 35 درهم الثمن تاع غنعطيك من بعد الاثمنة هادي 35 تما كبير ميرنا 45 هذاك 40 الاخر 40 ميرنا 45
وهاد الكولا غليظه 40 وهاديك ميرنا ديال الفليك 40 قمرون قمرون غليظ 90 درهم قمرون غليظ هذا 90 درهم وهذا 100 درهم هاو ابو عرق شويه وكاين الدورات شوفوا معايا الدورات ها شوفوا هاد الدورات ها هاد الدورات 140 درهم هاد الدورات شوفوا نوريكم الدورات 140 درهم ونوريكم الدورات 70 درهم هاد الدورات 140 درهم 140 درهم ها 170 درهم 170 ها عبد الله شي دوره داز هز دوره هذا هز الاخرى هاد الدورات هذا ديال الصناره الدورات هذا راح حطوا ورا الدوره هذا هذا 70 درهم هو 70 درهم هذا 70 درهم هاد الدوره صافي خلي الزادي كز هز واحد البياسه شتو الزبيبه ديالها ديال البطاط الزبيبه اللي فوق شويه ثمن التونه عبد الله دابا اي التونه قول لك عم نعطيكم الاكلين هاد التونه المليح ما كاين غير المليحه العيني البارحه جبت لكم ها واحد العينه راه طلع الفوش كطلع وكيما قلت لكم الصياده ديال البارح البارح خارجه من الماء شي وحدين دونك كيضحكوا باش قالت البارح خارجه من الماء انا نجي لها دابا تكلم عليها البارح خارجه من الماء هي البارح مع ديك ديك اربعه العشيه دخلت المرسى يعني ديك ما بين ديك 8 الصباح حتى 12 ديال النهار طلعت من الماء الصنطة كل وحده دير لها الثمن ديالها كيما البارح يعني الصنطة هذه 25 درهم البياسه 25 درهم البياسه ارى وريني سرح سرح هذيك دير 35 تما 35 درهم البياسه نعطيكم دابا ابو حفص وصل يسخر ابو حفص السوسي دابا خلاص يسخر امين ابو حفص السوسي ودابا غنعطيكم الاثمنه الاخوان دابا اجينا كوسان بير 45 الرايه واحد شي البارطاج واحد شي التفاعل شويه دابا الاثمنه الرايه الرايه 25 درهم الكيلو 25 درهم الكيلو الرايه 25 درهم الكيلو الباسامال 45 درهم الكيلو كوسان بير 45 45 درهم الكيلو 45 درهم لا 60 درهم لا ماشي لا ترى نقول 45 درهم الكيلو لا 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 ترى لا لا رخيص هذا على ديالو 60 60 60 45 درهم الكيلو 45 درهم الكيلو الباسامال 45 درهم الكيلو فوسان بير 45 درهم الكيلو 45 درهم الكيلو فوسان بير الجدعة الجدعة 57 درهم الكيلو ها هي الجدعة الجدعة 57 درهم الكيلو الجدعة 57 57 درهم الكيلو 57 درهم الكيلو 57 الصنطة 45 درهم البياسة 45 درهم البياسة الصنطة 45 درهم البياسة 45 شيليا سيدي لها 50 شيليا 50 درهم الكيلو 50 درهم الكيلو الشيليا الشيليا تاع هادي يلاه تصبح 50 درهم الكيلو 50 درهم الكيلو 50 درهم الكيلو الشرن 15 درهم الكيلو 15 درهم الكيلو لافاطيش 40 درهم الكيلو 40 درهم لافاطيش وهذا السمور 60 درهم الكيلو هذا 60 وهذا 55 هذا السمور 55 درهم الكيلو 55 هذا السمور 50 درهم الكيلو 50 درهم الكيلو الكوكروج والغاليت 35 درهم الكيلو 35 درهم الكيلو الكوكروج والغاليت 35 درهم الكيلو الفار الفار 40 درهم الكيلو 40 درهم الكيلو الفار 40 درهم الكيلو الفار 40 درهم الكيلو 40 درهم الكيلو مستيل 40 درهم الكيلو باقي شي مستيل ما يزيد المستيل باقي 40 درهم الكيلو 40 درهم الكيلو وابلا ابلا 55 درهم الكيلو ابلا 55 درهم الكيلو 55 درهم الكيلو 55 راه هنا هاد البريك هادي ديرنا 50 هاد البريكا 50 درهم الكيلو 50 درهم الكيلو البريكا 50 درهم الكيلو شرو غليظ كل شرو غليظ ما بقاش شرو غليظ 70 درهم الكيلو كاين شرو غليظ راه ما بقاش التوضيح شرو غليظ 70 درهم الكيلو 70 درهم الكيلو الدورات هاد الدورات 70 درهم الكيلو هاد الدورات هذا 70 درهم 70 درهم الكيلو وهاد الدورات 140 درهم ها من اللون اللي قال لكم هذا صفر ذهبي شويه وهذا ديال الصنار مقوس يعني الفرقه كبير 140 درهم الكيلو 140 140 درهم الكيلو
روبيو 20 درهم كيلو، 20 درهم كيلو الروبيو البونيتو، الكابيلا 20 درهم كيلو، 20 درهم كيلو الكابيلا 20 درهم كيلو، المانبريتا كوباغليد 40 درهم كيلو، 40 درهم كيلو، 40 درهم كيلو، الحداد، الحداد وشي توين ب 40 درهم كيلو، 40 درهم كيلو، 40 درهم كيلو، الشرعو 55 درهم كيلو، 60 55 درهم كيلو، 55 55 درهم كيلو، هذا الكروفيت 55 درهم كيلو، هذا الكروفيت اشتروه 55 درهم كيلو، 55 درهم كيلو، وهذا الصنور 30 درهم كيلو، 30 درهم كيلو، الصنور 30 درهم كيلو، 30 درهم كيلو، الكوكروج 35، الكوكروج كاين هذا غليظ وكاين هذاك تا هو راه غليظ شويه مايان وما راه بحال بحال، والله 35 هذاك غليظ شويه 35 هذا احمر بزاف فيه شويه غليظ 35 35 هذا ناقصه فيه 2 درهم وهذاك زيده فيه 2 درهم ماشي على شي 35 اللي ماشي حاجه. الكولا فيدي 40 درهم الكيلو، الكولا فيدي 40 درهم الكيلو، الكولا فيدي 40 درهم الكيلو، 40 درهم الكيلو، الحلامه 20 درهم الكيلو، 20 درهم الكيلو الحلامه، والسنطه 25 درهم البياسه، 25 درهم البياسه السنطه، 25 درهم البياسه، والسنور 30 درهم الكيلو، السنور 30 درهم الكيلو، الكولا يا نجي لها دابا التون هايا. كيلو الميرلا 40 درهم الكيلو، الميرلا ديال الفليك 40 درهم الكيلو، 40 درهم، وقمر الميان 60 درهم الكيلو، قمر الميان 60 درهم الكيلو، 60 درهم الكيلو، 60 درهم الكيلو، 60 درهم، والكولا، الكولا 40 درهم الكيلو، 40 درهم الكيلو، الكولا 40 درهم الكيلو، 40 درهم، والميرلا فليك 40 درهم الكيلو، وهاد الميرلا 45، الميرلا فوتور 45، 45 درهم الكيلو، 45 درهم الكيلو. 45 درهم الكيلو، السول بلاج ديال باريخة 70 درهم، السول بلاج ديال باريخة 70 درهم، 70 درهم الكيلو، والسول بلاج ديال الفليك كذلك 70 درهم، 65 ماشي 65، 70 درهم، السول ديالها تصبح 70 درهم الكيلو، 70 درهم الكيلو، الكالامار 140 درهم الكيلو، الكالامار 140 درهم الكيلو، 140 درهم الكيلو، وهذا القمرون ها هو هذا القمرون شوف فيه مزيان، هذا 100 درهم الكيلو، هذا القمرون 100 درهم الكيلو، هذا فيه بوعرق شوية. وهذا غليظ 90 درهم الكيلو، 90 درهم الكيلو، 90 درهم الكيلو الغليظ 90 درهم الكيلو، وهذا الحوت اللي كاين الاخوان الحوت غير شويه الحوت اللي كاين دابا نقرا التعاليق دابا الحوت اللي كاين شويه الحوت اللي كاين وهذا التونه هي تبارك الله كما قلت لكم راه البارح خارجه من الماء نوريكم الطول ديالها بلاتي نشوف الطول ديالها Okay, you know why two taxis? Two. 11 and. شحال فيها؟ الوزن ديالها فيها على حسب المهم 340 340 راه كاينه إلا ما كانت أكثر إلا ما كانت 340 راه تكون 340 دابا غادي بلاتي كاع نقاد التليفون لي يعني معاكم دابا باش نعبروا دابا كتشوفوا معايا ها التليفون دابا شتي ديك النقطة في كاينة ديك النقطة غنوركو نجدو العبار من هنا هنا وركنا هو هذاك نفس العبار لا نعاودو نمسحو هكا حنا نشدو من نقص الزينة من هنا رايك خليها خليها نجي لها بلاتي ديرنا حتى لهنا فيها جوج متر و 62 جوج و 62 اللي فيها الاخرى مع شحال قلنا ديك ديال ديك اليوم المهم بحال جوج و 62 بحال جوج و 40 تقريبا الزبير رامي المهم ما بين جوج و 40 نقولوا حنا جوج و 50 كاع اللي فيها اول وزن ديالها راه تعبرات 340 وها سنوره تبارك الله غليظه ها هي الزز الزز محمد الزز تبارك الله مع شحال فيها هذه غليظه نيت ها هي تبارك الله تا هي الله يقدر كاع ينسى طول منه طول منه جيب الميزان عبره جيب الميزان نرجع الخيو جيب الميزان عبره عيط لعبدي عيط لعبدي وتشيرها بجوجو يجيو يصيبوا هاد التونه هادي والثمن ديالها كيما قلنا البارح 70 درهم الكيلو
70 درهم الكيلو التونه مصوبه 70 درهم الكيلو. وكما كتشوفوا التونه راه ماشي راه التون فيه وفيه. فاش كنتكلموا على التون ديال 30 كيلو 40 كيلو هذاك راه بوحدو، التون ديال 30 كيلو 40 كيلو بوحدو. ودي الا تكلمنا على التون ديال 300 كيلو ديال 300 كيلو ولا 200 كيلو راه لا مقارنه بين تونه مثلا فيها 300 كيلو ما عندهاش العين ولا العين ديالها حمراء ولا ما عندهاش كاع. والفوشكه ديالها الفوشكه ديالها كتلقاها بيضه وهنا كتلقاها مبرصه كامله بحال فيها البرص يعني كتلقاها كامله. هذه التونه راه لا لا مقارنه باش تقارنها مع مثلا مع التونه حيه بحال ديك النوبه. فاش جبنا ديك التونه حيه اللي عقدتو عليها درنا لها 65 65 ومع ذلك بقى الثمن مناسب في السوق وتقارنت مع واحد التونه اللي لا علاقه ما عندها حتى العين العين حمراء وهنا لقدام. ودابا التون راه ما كاينش يعني هذه مده استثنائيه وراه غايبان هاد السيمانه التون هذا ولا شي حاجه اللي بان شي بياسه. وغتشوفوا الثمن غيكون في السوق يعني 70 درهم الثمن مناسب. راه التون ديال 30 كيلو في البياسه داير 55 60 درهم. فين هو العبد عيط علي ارخص اديرها فوق هذه راه نزلوها فوق. شحال فيها هاد السنوره؟ غنعبروا السنوره دابا بلاتي بلاتي الطاره ديال الخاوي كيلونس محيده يعني غيبقى هنا غير رشيد بعلي تحياتي يبقى حوت ما نحيدوش الخاوي. الصنوره فيها واخا ما قلت لكمش قلت الزبير رامي الصنوره 24 700 صباح النور رشيد الله يسلك امين خو رشيد صوف دي تحياتي ليك. هاد الشيرة ديما كيسلم عليك رشيد. هاد الشيرة فيها 28 ونص حيت شعلطو شعلطو هاد الشرجة جيب ميزان اخر حيد وجيب ميزان سير ديرو في الشارج وزيد ميزان اخر. راه عيط للعبد راه عيط عبد الله عبد الله اجي اجي انت عند واحد اجي وهزو هاد التونه فوق هاد الباريط. ها كيما عجبك سي هاكي بخير ياك سبعين درهم هذا غيقطعوها دابا راه خداني. راه هنا جينا لعبد يا جيب راه هنا راه فوق. وكيما قلت لكم راه البارح اللي خارجه من مال الفوشكه ديالها دابا غتشوفها كاع تقطع وغتشوف الفوشكه ديالها راه زوق. 340 كيلو اللي عابرين فيها الباب يعني غالبا غالبا ما غاديش نعبروها حنا كيما درنا ديك نوبه الراس هذه هذه غتصوب ديري معبوره البارح البارح جات معبوره. اه جات معبوره عيط للوالد جيت لك ها أه؟ لا قول لي واش ما يعبرهاش بلالي صافي سير يعني غنعبروها الا بقيتو معنا راه غنعبروها ضروري واخا يكون عابرين باش نحيد الشو باش بعد التونه الكيلو نقدر ناخذ جوج كيلو يا خويا عبدو اللي عجبك جوج كيلو. وهذه راه هي التونه ذات الزعنفه الزرقاء التونه هذه هي طالعين فوقها هي طالعين فوقها نقدروا كاع يحركوها يقدروا كاع يحركوها. هشام 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 اجي اجي عيط على الحسين واجي الفوسامبي الباسامال 15 درهم رشيد لا الباسامال غالية الباسامال والفوسامبي. دابا الحوت ما كاينش بحال دابا مثلا قمرو البارح كان قليل في المارشي اليوم الصباح كاين الحوت فاش كيكون قليل كيكون الثمن شويه اللي كيعدوا ابو محمد مصطفى يا نقولها لي نقولها محمد مصطفى زبير راني 70 درهم سي سي راه لا بلاتي راه هزوها فوقنا هو الاول شحال من واحد عرفت شحال من واحد هما الله يحرك ها هي تونه ها العين ديالها كما شفتوا العين. غتشوفوا دابا الفوشكه ديالها بغيت جوج كيلو خويا عبدو هي وقت لي جوج كيلو الا يدوز شي واحد ولا تصيفط شي واحد راه كاينه راه نبيعوها حنا بالتسقيط باش نبيعوها 70 درهم بان لي واكله هذه غاتكون واكله شي حاجه. محمد محمد اه عيط على هاد الشيء راه ولا تعاونوا ثاني الله واش واحد فيكم يجي باش تقادوها بجوج يقادوها بجوج ولا بوحدك العبد اللي بغيتي انت هنا نزربوا عليها حنا جيب شي خاويه باش تجمع هاد الشيء ديالها نعبروها السنوره شحال عبرت لك السنوره؟ السنوره
ماذا أقول لك؟ الصنورة فيها 28 ونص ديك الصنورة، أقسم بالله حسين بزاف راه زرناكم البارحة تدينا حوض بصحة والراحة رشيد باع عليا وبلا أجمع هذوك الجناوح ياك بينا نعبروا ها هي تقطع دابا ها سيستم باش كنسيدو ولا واش في الشبكة شي معلومة الله يسخر مولاي لولديتي هاد السرديله قلت لك هاد السرديله حيت علاش قلت لك السرديله حيت بين تكلمني هاد التوره دخلت البارحه قادير كامل عارفها قادير كامل جاب لها الخبر وباركو السردي اللي جابها وراك عارف الماتيريال ديال السردي يعني هاد التونه هي تابعه داك دابا التونه تابعه السردي يعني كتاكل السردي هربات من الفرق مع التون كيكون هو مجموع يعني مجموعه فرق كيكون كما كيقولوا الا فاش كتسل شي وحده على الفرق كتبقى مجليه في البحر كتبع السردي ولا الانشوبه ولا الشرن راه خرجات في داك الباركو ديال السردي لا شك بخير واش ها دابا هو دابا يقطع فيها لا دابا هي دابا غادي دابا هي 5 دقائق تكون موجوده جر 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 طيب هشام كاع قول حسن لي الحيط سي سي اللهم بارك في ذلك ابو يوسف ابو يوسف خالد راه وري لي الفوشكه والولي بلاتي بلاتي عري ديك الفوشكه تبان مزيان لا راه هز محمد هز معاه هز باش سير قطع باش تبان مزيان ها الفوشكه شتو هز مازال بقى حيه باش تعرفوا يلاه طلعت من الماء يلاه قطع سير قطع دابا هذيك باش ها ها قطع انت هكا هاي باش تبان الفوشكه ها الا شديت لكم هاد الضربه غادي غيبقى ما بلا ما نشدها لكم تقطعها ونوريها لك شي جكير تونتي ليلا حسن دابا المشكل التوصيل فكادير هو المشكل اليوم دابا دايرين الرباط اليوم الرباط بوحدو الرباط غادي نحبسوه مع 12 ديال النهار غادي تحبس الرباط يعني باش نديرو الرباط ما نقدروش نديرو كلشي غا تفقسو معايا ما ندير ليك نشوف الماكينة لا خويا ايوب لا نشوف الماكينة السرديل كنت السرديل ان شاء الله غنجيبو هاد السيمانه ديال مع اليومين قليل الحوت شويه وكيت شي الوقت كامل ولكن عاد نجيبو السرديل ان شاء الله ابو يوسف ما نساليش بغا شي جكيل ابو يوسف نخليها لك الا كاين شي واحد ولا شي حاجه سير طومي ما نخليكش جكيل غدا غادي يكون ابو يوسف خالد ماشي مشكل نخليك جكيلو حتى الغدا الا كنتي تلغدا وجي نخلي لك جوج كيلو خلي معاك جوج كيلو ياك ندير فيه ابو يوسف نخلي لك هنا حتى الغدا كاع وديك الساعه حتى الغدا لا ما جيتيش نقدر نصيفطو لك مع شي واحد غدا اليوم اللي عندنا الروينه شويه ما نسالو باش نديرو خصوصي ديال هادي الفوشكه ديال هذا هي الفوشكه تبارك الله ها العيد ديالها نعم هي عزلك شي سيبي لا رجدها عند واه سيبي اللي جدها باقينا هنايا عيدها عيدها عزلها عزلها حتى بان 70 درهم الكيلو 70 درهم رشيد هي صالح طوطو حتى شي وحده اخرى باش نجيبوها ما نساليش نجي مصطفى ما غاديش تكون حتى وحده غدا ولكن واش غادي تكون غدا التونه ما تبقاش ما عرفتش ما نقدرش نقول لك ما نقدرش نقول لك بالضبط عبد الصمد ماشي تحياتي ليك يا صباح النور كما نسيت عسير امين اخويا عبد اللطيف عبد اللطيف يمطل خويا حكيم الله يقول امين اخويا عبد الكريم الجنان خويا حكيم امين اخويا ريان زين طيب خويا حكيم في العبدي عثمان هو هو اللي كيصوب فيه هاني زعما بوحدك غادي الراس شحال تقولوا في الراس بوحدو الراس هو نعبرو دابا ما نعبرو الراس بوحدو داكشي الاخر بوحدو ونشوفوا واش واكله حتى هي البيتو غير يسالي هاد اللقطه هادي اللي كيبغيو وغنشد لكم التونه كامله مع هاد اللقطه هادي من حين دي الطريقه الصواب غير طريقه تقليديه عاديه وصافي ماشي شي طريقه احترافيه باش كنصوبوها من حين ديال الخدمه الخدمه وداكشي الدرونجو ما كاينش نديرو شي طريقه نيت صباح النور كاين صباح الخير خويا
اميغو تما زيرت عبدو 70 درهم الكيلو 70 درهم مقطع 70 درهم و على ما كيقولوا التونه يعني الا بحثتوا كتبتوا مثلا احسن جزء في التونه فين كاين كاين هو على ما كيقولوا يعني على ماشي ما كيقولوا على ما المهم قريت كاين هذا كيكون سمين بزاف هادو اللي تحت الراس وتحت البطن هادو يعني هنايا هاد الشواكل هادو واللحم الاحمر اللي كيكون عاوتاني احمر بوحدو حتى هو هادشي باش كينصحوهم داخل ليا واحد 3 كيلو عبد الرحمن غتجي ليا هنا باش واحد يعاون لها هذه الزبير رامي واه هو بيصوبها بوحدو انا راه بيصوبها بوحدو خليته يصيبها بوحدو ها كيساء محمد اجي اجي اما واحد شي التفاعل الاخوان مع الدم هذا وارتقطع هذا الفيسبوك راه عدو هذا الدم هذا والفيسبوك نعم الا غير واحد 5 كيلو عبدو اللي غيجي ليها غنخلي ليه داكشي بالك كانش واحد غيجي ليها خلي لنا شي 3 كيلو عبد الرحمن محمد 13 اش كتعني العيانه ديال التونه حيت عاودتيها شحال من مره خويا دابا العيانه دابا التونه فاش غنتكلموا على العيانه حنا غنتكلموا على من جوج المرات العيانه التونه الا شتوها بعينيكم مثلا بياسه بحال هذه شتوها بعينيكم يعني كتشوف فيها هكا راه ساهل تعرف عيانه ولا مزيانه غتشوف الفوشكه غتشوف العين العين حمراء مضبه مشات الفوشكه راه باينه وغتشوف هنا خصها تكون كتلمع هنايا يعني هنا يكون ما تكونش فيها بحال البرص يعني كتسمى مبرصه هادي من الشوفة كتبان هادي راه الفرق بينه وبين الاخرى راه 20 درهم في الكيلو 30 درهم هادي باينه مثلا ما شتيش الراس وما شتيش الفوشكه وتلاقيه مع اللحم بوحدو اللحم بوحدو راه غيبان لك غيبان لك من الشوفة غيبان لك خصوصا الا كنتي كدي التون غيبان لك ولكن ما غاديش نقدر نقول لكم شي طريقه انا نعرف انا الا شفت اللحم بوحدو ماشي غير انا ولا اي واحد خدام في الحوت غيشوف غير اللحم بوحدو ديال التونه ولا ديال شي اي حوت غيعرف واش عيان ولا مزيان ولكن باش نوصف لكم ونعطيكم كيفاش ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم الا شفت اللحم بوحدو غاديش نقول شي حاجه باش ما نخطاش ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الفكره وفي الاخر كيقول لك عاود ثاني فاش غطيبها تبي تاكلها كتكون فيها واحد الريحه بحال الربيع بحال يعني بحال الربيع بحال شي حاجه ما كتكونش ديك الريحه التونه اللي كانت عيانه طيبتيها غتشوف غتبان من الماكله ديالها غتبان والمهم هادشي اللي كاين وعلى الاقل المهم التونه راه غتشوفوها من الشوفه الا شفتوها كامل مثلا راه غتبان لكم من العين والفوشكه غتبان باش يتباع المليح راه بيان راه حتى في المارشي عندنا حنا ديك القضيه الحوت المارشي عندنا راه روينه باش نتكلم على هادشي ديال الحوت العيان في المارشي هذه ما نيتصدع على الحوت العيان راه براد الراس هذا خديجه ناك تحيه للجموع تحيه للجميع ليس الامور امينه خديجه ناك تحياتي ليك راه شي خاوي عبرات الراس هذا حيت الطار لا محيده جوج ونص فهاد الجناح هذا هذه غتكون واكلة السردين مع السردين 100% غتكون واكلة السردين توصيل الرباط موجود ولا غير موجود احمد موجود احمد معروف غير اليوم فقط هو اللي غنديروا الرباط كلشي بخير وهذا اوكي عشي بلوغات هنا شي واكل والله لا كاينين واحد شي التفاعل الاخوان على حساب الدم هذا هذا الموس الراس شحال تقولوا في الراس الراس فيه 19 كيلو الا جيت فيها 5 كيلو فابور حسنيه الا هو شو واكله بونيتو ها هي باقي النص ديالها صارت بونيتو كامله راه بلاتي راه ديك البونيتو راه حتى انا باش تعرفوا علاش قلت لكم ديال البارح خارجه من الماء هاد البونيتو مازال ما دابش كون بقات مثلا غير خارجه بيومين ولا كون غير واكله هاد الحوته بيومين راه غتكون هاد الحوته دابت يعني الحوته واكلها نفس النهار هي شتوها ابقى داك الشيء نعم حسن راه الراس فيه 19 كيلو الا جيت فيها 5 كيلو فابور ودي ما غاديش فيها الراس فيه اكثر من 19
ها التيربوط برك كتيكم التيربوط الدورات ديال 140 درهم مذهب صفر السلام عليكم السلام خويا ديري 16 درهم احمد وكثار من 12 كثار الزبير رامي كيجي من الرباط ولكن قبل 12 جوز الكوموندي تماما قبل 12 ديك 12 نحبسو الكوموند الراس فيت الصنوره صافي كيلو كيكونوا جبار كود عاد كيمشي السبيل ملي كيبدا يتجمع كيدور عليه الباركو الثاني غير من الشبكه تصيبني من هنا كاين اخويا ميد كاين واحد شي يتنفع بيكون على حساب الدم هذا اخلي اخلي داكشي اخلي الراس دابا نقول لكم شحال الفراسه باش تكون ان شاء الله يحفظك اخويا عبد الله ابراهيم تحياتي لك اللي سافر على جواد الفاس تحياتي لك جواد الفاس نطار ياك الراس مول 19 كيلو اللي قال 19 فين 19 هنا نوريكم بلاتي نكمل على التعليق وغنوريكم واه قلت لي واه لي كثار كثار اه قلتيها لي ماما محمد انا ما سمعت ام احمد اش قال لي لا بغيك دابا هي كاينه شي حاجه و 900 كيهز منا بغا يكمل تا راه زيد المهم هذوك فيهم جوج جونس ولا جوج الراس فيه هو كثار اش منها دابا غنوريكم ها هو كيبان لكم الراس ويلا عطانا 54 وشي 800 فاش لاح هاد جوج نواه هادو عطى 55 حنا نقولوا فيه 55 كاع عبرتي هادو مع دابا غنعبروا الراس وغنعبروا تا هادو باش نعرفوا القياس شحال فيها قيده راه قيده راه بلاتي كاينه هنا 55 درتي 55 راه فوت هذيك وعبر هذيك 55 قيد 5 كيلو سير 5 ونص سير 5 ونص العقلوا معايا باش نعرفوا القياس شحال فيها قلنا 55 وقلنا 5 ونص غنفتحوا الكاش وغنعبروا دابا هذا الزبل هذا ونقسموه على جوج ونعبروا نص بوحده ونص الاخر بوحده راه العبدي رجيب شي خاوي يفتح هذا الكرش هذا أمير أخو جمال وعدي بخير أخو جمال حفيظ 24 كيلو و 54 حمزة 40 رئيس رأس 18 رشيد ما شاء الله رحو الرئيس فيه 5 عبد الطيف الرأس فيه 25 زهير 22 نبيل 23 أبو شيماء 22 رشيد صوفي 50 رشيد انت اللي قربت يا أخو رشيد الأقرب الحسن 27 العربي 28 راسكم فيه 30 مطرق عليا السميه ديالك الاولى خويا بين كود الى الا كانت هي الراس فيه 60 عبد الرحيم نصر الدين انت هو الاقرب كاع انت هو الاقرب على رشيد صوفي 5 كيلو انت اللي قريب اخويا عبد الرحيم نصر الدين راس فيه 60 شحال الصمته الصمته كاينه 25 وكاينه 35 وكاينه 45 سمع لكم بغا شي 2 كيلو الرباط خويا مرحبا اسونو اليوم اخويا الرباط كاين الرباط اخويا محمد كيربا ها يلا ما بيش نعطل ليه نطولو بزاف العبدي راه فتح ليا الفياس حتى تسالو سيخو اما الا سيخنا انا غنطولو شويه ها الدوره خويا المويه شحال نحسو الحسين راه كاين الدوره ب 140 درهم كاين المويه النيت وكاين الدوره ب 70 درهم الكيلو الفرق بيناتهم هذاك ديال الصنار والاخرى ديال الشبكو خصك شويه شحال ديال الفيلي اشرف الفيلي الا قصتي الصول فيلي ما كاينش الصول فيلي الصوب على قد الحاله الاخوان نسيت نقول شحال كاين الزن لا خويا عز الدين بالبنون الدم ماشي شي حاجه الدم ماشي شي حاجه الدم كامل كاع تكون ديك جكيلو ما حتى جكيلو ما كايناش الدم ماشي مع جربناه سبقنا عبرنا القياسه وفتحناها عاودنا عبرناها وما كانش يعني مع كان هو هذاك الدم ماشي حاجه ما كيديش ليه محمد جيب شي خاويات كبار نقيين جيب اربعه الخاويات نقيين جداد سير الدم صاصي يعني دير هذا صيخ ليه راه الدم يتحيد منه خليه هو صاصي لا تيجي بخاوي عطلق هذا انا هذه دوك الكبار الخاوي الكبير الخاوي الكبير ديال الباناغري الباناغري داو كلشي شانجو ها داو سي ارشار
سير سير راه قطع عند خليه هو يسيق شد لك السياقه انا جاب عندك سير سير قطع الشواكل هما الاولين انا حي من عزيز زعما خلي اللي باغي يقلي هاد الطوله كتقلى كتجي مزيانه سواء المقله ولا الشوايه ولا في الطاجين ولا كيما كان على سير افتح أذكر واكلة السردين بونيت أخرى ها كاينة واكلة بونيت وأخرى عاود تاني دي المعيدة ديالها واكلة بوشو سرعي كاع واكلة أولا لا بونيت باقي مقوسة شو القزيبة ديالها واكلة صندوق محمد أجي أجي جيب واحد الصندوق جيب شي صندوق هاد البونيت جيب شي صندوق وبيع فيه هادو واكلة ثلاثة د البونيتوات جوجو وديك اللي حيدنا قبيلة أرا باش ما نطولش اللايف أنا خصني نقطع اللايف ما خصنيش نطول بزاف أرا فتح لي هاد الكرشة هادي أرا فتح فتح هاد الكرشة العبدي فتح هاد الكرشة هادي محمد حيدي سير صافي فتح فتح داك صافي سير ما كاينش صافي سير أسير واكلة البونيتو اللي واكلة العبدي داك الشيء ديال البريكولات خليه هو الاخر قطع عليا خصني نعبر البياسه كامله شحال الصول الكيلو الصول 70 درهم الكيلو زين 70 درهم الكيلو محمد سلام الله النظر راه دابا كاين اللي من قبيله حنا دايرين التونه فاش مازال هنا نقي فاش التونات وكشي كاين اللي الله كيدخل دابا عاد كيقول النظافه النظافه ما شتيش قبيله هنا الدم اش راه ما يمكنش راه هنا داير بحال هكا الزاف فاش كتمشي للكورنر راه كتلقى الدم ضروري منه سيمو فيكتوري ما كانوش هذا المحل الرياض لا فاجيت الهراويين با كيمشي الترونسبور ديال المرسى الكاميو ما شاء الله الدنيا تيما قطع هاد الاخرى باش تقسم على جوج ونعبروها دغيا ما نطولوش بزاف ها هادشي هذا فيه 18 شونس ما عبرتي جوك البوينت هو الاولى هذيك عبرنا صافي عاود ديك البونيتوا صافي سير 18 قلنا 55 5 كيلو 5 اونص و 18 قطع هذا الاخر قطع ها محمد اجي اجي دور معاه اجي يلا يلا سير تقلبها نعم دور راك تصوب فوق هاد الباريطه الزرقاء كيما شفتي باقي فيها الخدمه شويه كيبان لي غادي نقطع اللايف ها هي دجنا حنا كاع ما تحيد مش حوا تبارك الله عبد الرحيم نصر الدين غادي نقطع اللايف الاخوان وبالنسبه للوزن ديالها اقل ما غادي يكون فيه هو 340 يعني انا متوقع تكون تعطي واحد 350 هكا تقريبا ولكن غنقولوا حنا 340 هو اقل ما كاين فيه باش يسوق ديال المحل في النظافه طلع حداك اخر شي المهم بالنسبه للوزن ديالها راه فيه 340 درهم غادي نقطع باش نخلي الناس يبغوا يكوموندو ويشوفوا الله يبارك الاثمنه وهذا الشيء اللي كاين الاخوان وتحياتي لكم شكرا الناس اللي كيتفاعلوا معنا وشكرا الناس اللي كيبارطاجيو وشكرا الناس اللي كيشجعونا بخير الياس بخير وهذا وتحياتي لكم الاخوان والسلام عليكم.